الحق. سلام الله عليك يا أسد الله ويا أسد رسوله بأبي أنت وأمي، كأني بك تصول وتجول في تلك المعركة، معركة الإيمان ومعركة الكفر، معركة الطاعة ومعركة المعصية، مع جيش الإيمان والحق وجيش الطغيان والفساد والإلحاد، جيش فيه نورانية لا إله إلا الله، وجيش فيه ظلمة الكفر والإلحاد وعبادة الأصنام. وإذا يكمن ذلك الملعون لمولانا الحمزة بأبيه وأمي بذلك الرمح، رفع ذلك الرمح سدده إلى جهة الحمزة ورمى به فدخل في خاصرته وخرج من صرته أنا مناد وسيدا وحمزة. وهذا أمر من رسول الله، البكاء على الحمزة أمر من رسول الله، هو أمر بذلك لأنه لما مر على بيوت الأنصار سمع نساء الأنصار يبكون على قتلاهن، فنادى الرسول أين الباكيات على عمي الحمزة، فضجت المدينة وحمزة ومصيبته وفجعته، خر الحمزة على بوغاء الثرى، أقبل وحشي مسرعا إلى هين نادى البشارة البشارة، لقد ضربت الحمزة بضربة لا يقوم منها. قالت وما دليلك؟ قال لها سمعت من هم على دينه يقولون يا حمزة يا حمزة وهو لا يجيبهم، إذن هو قد مات بتلك الضربة. قالت خذني له، أخذها إلى الحمزة، أقبلت نظرت إلى الحمزة فأخذت تتشمت عليه مثل ما ولدها يزيد تشمت على رأس أبي عبد الله، ومثل ما ولدها معاوية تشمت على قتلة أمير المؤمنين وقتلة الإمام الحسن المجتبى. أنا مناد ومصيبته وفجعته، أخرجت خنجرا فبقرت بطن الحمزة، استخرجت كبدا. هذا السر أنه ذكر في زيارة عاشوراء، أن الحسين السهم المذلل استخرج ثلثي كبدا، وهذا سهم من بني أمية، كذلك الحمزة الخنجر من بني أمية، استخرجوا كبد الحمزة. أنا مناد وسيدا وفجعتا، فأخذت تلوك كبد الحمزة بفمها وتمرد الكبد بيديها متشمتة فرحة، اكتفت بذلك لا والله، أخذت أذني الحمزة فقطعتها وقطعت أنف الحمزة، وأخذت تقطع مفاصل يديه ورجليه. جل حلم الله على هذه الملعونة، أنا مناد وحمزة. وإذا تدور الأيام وذريتها شي يسوون، يقطعوا يدي الحسين ويمثلوا بالحسين ويردوا جسد الحسين. أنا مناد وحزينة
مصيبة الحمزة مأخوذة من مصيبة يا أبي غد الله، مأخوذة من رزيته، إلا أكو قضية ما أخذها الحسين، ما هي؟ إن الحمزة صلى عليه الرسول 70 صلاة، لكن الحسين ماكو حد صلى عليه. أحد المؤمنين الأخيار يجي يوقف قبال ضريح الحسين، يزور الحسين، إذا زار قام يسأل العلماء في الحضرة، جاوبوني من صلى على مولاي الحسين؟ ما حصل جواب، رجع لضريح الإمام قال له مولاي من صلى عليه، ورجع البيت، رجع البيت عادل دار نام، إذ به في منامه يرى الحسين واقف أمامه، نادى السلام عليك يا مولاي، اخبرني من صلى عليك؟ قال اذهب لولد السيد رضا الهندي يخبرك من صلى علي. انتبه هذا الشخص من منامه في منتصف الليل، قصد إلى بيت السيد رضا الهندي، طرق الباب، خرج له السيد، نعم ما تريد في هذا الوقت؟ قال سيدنا أنا مرسول لك. قال من ما؟ قال من جدك الحسين. أنت مرسول من جدي لي؟ قال نعم. قال له وما هذه الرسالة؟ قال أنا سألت جدك الحسين من صلى عليه، قال اذهب لولدي السيد رضا، واذا بالسيد اخذ يلطم على راسه ينادي وجده. وحسينا قال ما لك سيد اخبرني؟ قال انت قبل ان تطرق الباب كتبت البيت في قصيدتي صلت على جسم الحسين سيوفه. حسين بش قالك
قالت لا تروحين، قالت لا رحت انا وجبته نايم اخي. سامحني يا صاحب الزمان، هذه صارت بين الحوراء وبين الامام السجاد. عم زينب ليش تبين ترمين بنفسك من على ظهر الناقة؟ أنا بعلمك شنو قالت زينب تصف هذا الوضع، ليش بترمين نفسك من على ظهر الناقة؟ قالت لا تلومني يا ابن أخي، نظرت إلى القتل هذا على يمينه وهذا على شماله، إلا أخي مكبوب على وجهه. تقول لنا رحم الله هالدموع، مرحومة مرحومة الليلة علشان الحمزة يستاهل، الرسول وأمير المؤمنين وفاطمة وكل العيمة يطالعونكم الليلة ويبكون وياكم على الحمزة، واحنا بدمعتنا على الحسين نهديها للحمزة نوصلها القبرة. يا حمزة يا عسد الله اقبل منا هذه الدموع على الحسين هدية منا لك. تقول لنا نايم اخي شلون نومة، نومة حر الشمس غير رسومة، رسومة رسومة بعد قالت سامحني مذبوح ومسلم حدومة. الرسول وعمير المؤمنين أنزل الحمزة إلى قبره، وجهها بوجهه إلى جهة القبلة، دفنوا إلى جهة القبلة، وجهه بوجهه للقبلة. وزينب تسأل السجاد أين أنت يا ابن أخي؟ قال لها عمة الآن انتهيت من دفن والدي. صرخت زينب وهل بقي أخي إلى الآن لم يدفع؟ نعم يا عم أنا الآن دفنت. رفعت رأس زينب طالعت الرأس على الرمح، تالي التفتت للسجاد قالت ابن أخي عندي سؤال بسألك، يا عندي مسألة أسألك عنها. سألي عم. قالت عم عم علي عندي وياك بس نشدة. خلي قلبك يتحرك، خلي قلبك بأحزانه يوصل إلى المدينة القبر الحمد. قل له عم عم علي، عم علي عندي وياك بس نشدة، عم عادة الميت يخلو على الترب خدة. ها تعرف السؤال تعرفه، يعني الرسول يوم نزل الحمزة وسد خد على التراب. عم عم علي هني علاك، اشتري اشتري من هالبضاعة، اشتري من هالبضاعة النورانية. عم عم علي عندي وياك بس نشدى، عم عادة الميت يخلو على التراب خدى. شاف بنت ابوك حسين وهو راس ما عنده. ابيات الدعاء لكن وين بوصل؟ بوصل ان زينب جات الى المدينه وأم البنين تسألها عن الحزين، تسألها في البلاد اللي دفن فيها الحمزة. بنيتي زينب اخبريني عن حبيبي الحزين. تقول يما 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 خي ذابحين، شايلين بعد هذه قطعنيات قلب الحوراء زينب.
شايلنا وقبال عين الحجر صك جبينا.